سلام الرحمة، يلا حي مضحي، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ وش ذا؟ لا لا ما نبي السلام عشان كورونا، بسلم. لا يا أخوي السلام ذا وش السلام؟ أنا شايف السلام ذا منتشر بكثرة. عشان كورونا. هذا أخطر، السلام كذا أفضل. سلام التصافح أحسن من سلام البوكسنج هذا اللي طالع لي فيه. وش ذا سلام البوكس؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. أن تلاقح البراجم هذه، تعرف البراجم وش هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الفطرة أن تغسل البراجم لأنها تجمع الأوساخ. عطني يدك، عطني يدك. شفت هذا؟ يقولك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا هذه البراجم، تشوف الجلد المتقطع هنا، هذا يجمع أوساخ بشكل غير طبيعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة أن تغسل البراجم لأنها تجمع الأوساخ. حتى في مؤتمر الطب الكويت يعني فردوا له بحث كامل على أن كمية الأوساخ المتجمعة في هذه الأماكن أكثر من أي مكان آخر. يعني معقولة؟ نعم. فالسلام بالتصافح أفضل من سلام البوكس اللي هو منتشر الآن. سلام البوكس هذا ينشر الجراثيم والأوساخ أكثر من سلام التصافح. يا ليتنا نترك هالسوالف ذي اللي حنا جبناها من الغرب ونقول بدون ما نعلم. صراحة بأمان أنا أتمنى أن نترك سالفة البوكسنج هذا.